بيصادف اليوم 12 يونيو يوم ميلاد فنان العرب محمد عبده، هاشتاج محمد عبده 74 عام امتلأ بمحبي أبو نوره وهم بيعايدوه وبيتمنوا له سنة سعيدة. ومن كم يوم على فكرة أبو نوره كان عنده حفلة في جازان، وهناك فريق عمله ومنظمي الحفل عملوا له مفاجأة واحتفلوا فيه قبل عيده الفعلي بكم يوم، طبعا علشان ما كانت منطقة جازان كمان في قلبه كمسقط رأس. طبعا كل عام وابو نوره بألف ألف ألف خير، والله يديموا علينا نعمة ويديموا صوت كل مناسباتنا.